هلا هلا بخلودي، هلا اخوي الصغير، يا مرحبا، يا هلا ومسهلا. انت وينك اخوي؟ كل ما سالت عن قلب راقد يذاكر راقد يذاكر. والله انا موجود، انا وهذا طبع الحياه، اذاكر وراقد واسلي. هو انت وين انت؟ انت وين انت؟ انا والله رحت عندي اجتماعات وكذا، وتعرف الشركات اجتماعات وين هي؟ والله انا ادري اجتماعاتك مع من، انا ادري ولد. تردني لين تشبع نوم، ثم قمت وجربت الجيب ورجعت رقدت. كيف اجرب الجيب؟ غاوي انا الجيب؟ تحس في شيء؟ ليه؟ تحس في شيء ما نحس فيه؟ انت من راهق؟ خالد انت وش الكلام هذا؟ تخطب معي بالاسلوب هذا؟ وش انت؟ وش تحس فيه؟ خالد انت، انا ترى ما تطالبني انت. لا طالبك عند الغلط، وش تراني صار؟ ما بغلط كذا، ما دام انها طلايب وجهاد انا ابني لي بيت لحالي واروح. خلاص اقعد عندنا وانا معك. خلاص ما انا بغرسك، انا بغرسك. لا شكلكم ما تبوني. لا صح، انا صح، كان انصحك علامك ما تقبل النصيحه. تبغاني اطلع من البيت هذا عشان الطلايب هذه والسيارات؟ طلعت. اي انا صادق يا مسل، والله اللي نجي لك في بيتك اللي تسني هنا الحوش هذا كبره والسيارات مليون وانت صغر واحد. لا هذا عشان اشتا يا خالد، والعلوم الزانة والامطار ويجيب للصيف بعد. الاكسس للصيف. ايش وهات الفلوس صاحب ولا مجنون؟ بدل ما تكون مبروك يا اخوي، الله يعطيك خير ويكفيك شر، تعود تطالبني. طيب بمناسبة اشتا والوسمة بقول له قصيدة تسكتني انا ورع. لا ما سكت، بس يقول بدل الوسم والبدوان يا ربي المعبود، تبلمزنا هاللي يرهج الارض مطرها